ولذلك لو عنده باللغة الدارجة معنى من الماعز عنده 20 ومن الكباش يقعد 20 يجمعه معا ويخرج شعر لأنه يعتبر صنف واحد. وكذلك فيما يتعلق بالبقر والإبل، ثم ذكر بعد ذلك قال زكاة الغنم. الغنم المقصود عموما الضأن والماعز. ورأيت من المثقفين من يقول بل وصل إلى درجة دكتوراه، قال أنا إلى اليوم جلست سنة حتى أفرق بين الماعز والضأن ما عرفت، وإلى اليوم يعني ما بين الشياه والكبش ما عارف يفرق بينهم، بمعنى أنه لا تغرك تلك الشهادة أو المسمى. قال الغنم، الغنم يشمل الماعز والضأن. الضأن الذي نسميه الكبش صاحب الصوف، والماعز صاحب الشعر، هذا الماعز وهذا الضأن. قالوا أما الغنم فتجب فيها الزكاة إذا بلغت 40 شاة فصاعدا، وحال عليها الحول وهي في ملك مالكها، أما من 1 إلى 39 لا زكاة. إذا زادت 40 ففيها شاة، من 40 إلى 120 فإن بلغت 40 شاة فتجب منها شاة إلى 120، يعني عنده 40 45 50 90 100 120 يملك 120 شاة فيها شاة واحدة. فلذلك لا تستغرب تقول الزكاة يعني تأخذ كثيرا، 120 عليه زكاة شاة واحدة. ثم من 100 قال الشيخ فإن بلغت، فإن زادت واحدة على ذلك ففيها شاتان إلى 200، أي من 121 إلى 200 شاتان. فإن زادت واحدة على ذلك، أي 201 فإن زادت واحدة على ذلك ففيها 300 إلى 400 إلا واحدة، أي 399. إذن من 200 201 إلى 399 300. فإذا كملت 400 ففي كل 100 شاة شاة إلى ما لا غاية له. إذا عنده 400 شاة كم شاة؟ 500 499 599 606. إذن هكذا في كل 100 شاة شاة، هذا بعد 400. وبهذا يكون انتهينا من ذكر الغنم، زكاة الغنم.